انطلقت خلال شهر مارس من العام الجاري أشغال تهيئة 3 مداخل لمدينة زايو، ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة زايو، ويهم مدخل المدينة في اتجاه حاسي بركان، ومدخل المدينة في اتجاه العروي، ومدخل المدينة في اتجاه رأس الماء. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الفضاءات العمومية وإعطاء جمالية للمداخل الرئيسية للمدينة حتى تكون هذه المداخل في مستوى التعداد السكاني لزايو، لما تتميز به من موقع جغرافي هام كنقطة وسط بين الشمال الشرقي للمغرب ومنطقة الريف المغربي، بالإضافة إلى الرصيد التاريخي للمدينة. وسيساهم تأهيل هذه المداخل وغيرها من المشاريع لتدعيم البنية التحتية في تعزيز الحركة الاقتصادية للنهوض بالوضع التنموي المحلي، خاصة أننا نعيش هذه السنوات على وقع أزمة اقتصادية خانقة. ساكنة مدينة زايو تعول على أشغال تهيئة المحاور 3 المذكورة، والتي رصد لها مبلغ مالي قدر ب 22 مليون درهم من أجل محو صورة المدينة السيئة في نظر عابريها، حيث أن كل مداخل مدينة زايو تفتقد للجمالية المطلوبة.